بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة في كل مكان داخل مصر وخارج مصر. بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعة في أول اليوم النهاردة الخميس 23/12/2021 من داخل سوق العيون الجاني. صلى على سيدنا النبي يا جماعة. ودونا لايك يا جماعة، ادونا لايك في أول الفيديو كده، يومكم جميل. بالصلاة على حضرة النبي، هنخش نصور لكم ونشوف لكم أسعار العيون الجاني. بالصلاة على حضرة النبي. الصلاة على النبي تبارك الله. هذه معانا عجلة برضه صغيرة يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. ايه فلوسه ده حاج؟ ها 86 8600. الصلاة على النبي تبارك. كم شهر ده على كده؟ كم شهر يا حاج؟ ست شهور. هو عجوز شكله صح؟ لا يعني قصدي قديم، عجل قديم. عجل قديم. الصلاة على النبي. ايوه الله يوسع عليك يا خال، الله يوسع عليك. الصلاة على النبي. النبي تبارك. هذه معانا عجلين برضو، عجول الجانا يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك. هذا عجلي كمان. الصلاة على النبي ما شاء الله. مع بعض الاثنين دول كم مع بعض؟ 25 و 200. لو قلنا التفنيطة كم وكم؟ 11700. ديه؟ 11 ونص. انا بقول لك ايوه 11700. 12700 و11. الصلاة على النبي تبارك. ما شاء الله. صور يا شيخ، صور. صور تبارك. معاك الاثنين دول انت؟ ثلاثة يا جماعة. ده في عيب من تحت يا حاج؟ لا ما في عيب. ما فيهوش عيب؟ ما في عيب. صلى على النبي. صلى على النبي تبارك. تبارك الله. ايه فلوس ده حاج؟ ده عليه 17000. عليه 17000. صلى على النبي. والاسود اللي جوا ده؟ طب 12. الصلاة على النبي. 13700. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. هذا خش يا جماعة. السلام عليكم. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. هذه العيون، دي العيون المحيرة يا جماعة. الصلاة على النبي. ايه فلوس الاول؟ ايه فلوس الاول؟ 14 ونص يا جماعه. بس العجل تبارك الله ما شاء الله. يعني. ما شاء الله. انا باشا. ازيك عمدة؟ اهلا بالتلفزيون. خليك يا باشا. الصلاة على النبي. 45000. اهلا بالسيس يا عمي. انا يا باشا. 45000 الجاز ده. الاثنين دول؟ 45. و45000. 45. ايه القسمة بتاعتنا هنا؟ 21. 21. و 24. 23. 22. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي تبارك الله. معلش واحدة واحدة تاني من الأول. 22 دية؟ 23. يا جماعة. 22 دية يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. والله المعلم حميد رايل تبارك الله عليك. والله الله يوسع عليك. ده 24 يا معلم حميد. الصلاة على النبي. يا معلم حميد لو قلنا 4 تربة يعمل كام ده؟ 240. تبارك الله. بالصلاة على النبي. معلم حميد بالصلاة على النبي عليك. المعلم بدأ هنا تبارك الله. يا باشا حضرتك المال بتاعك طيب، المال ده انت ساعيه ولا بتشتريه؟ لا بشتريه في السوق هنا. بتشتريه في السوق؟ أيوة. مش ساعة يعني؟ لا بشتريه كده. انا شايف انا شايف المال طيب، فانا كنت عايز اقول لك يعني انت في ناس بتوكل علف اللي هو الجاهز، في ناس بتوكل العلف اللي هو الخلطة اللي هي بتعملها. فكنا عايزين نتعلم منك بس. ندي لهم ردة وشامي. ردة وشامي؟ ردة وشامي. بالصلاة على النبي. بس ده مش علب، مش لحمة ردة وشامي. لا لحمة ردة وشامي. ردة وشامي بس؟ ماخذ لبن شربان في الزم ده. اتفضل متأخر. اتفضل متأخر. كم رقمك يا معلم؟ 011. 011. 35. 35. 76. 76. 024. 024. المعلم حميد راي معلم وصنايعي وأسعاره حلوة يا جماعة بما يرضي الله. عدد الجزيرة كله. وده 21. ده 21 ايوه. الأكل بتاعه شعير. شعير بيسل الدهن. ايوه برضه انا عايز اوصل رساله لناس عشان ايه الفتره. اسم الكريم انور. عم انور الفتره دي
يعني انا شايف اللي يشتري العيول المحيره زي دلوقتي ويوقفها على الضحيه ده الكسبان. لكن ان هو اللي بيجيب القاني ومش هيلحق يطلع على الضحيه. لا ما يلحقش يطلع على الضحيه، يطلع على رمضان. طب ما رمضان خلاص يعني. برضو يلحق يتلبب، مش لازم يستوى. يعني لو عجل محير زي كده انا عايز اوقفه لحم. توقف زي ده مش ثلاث شهور؟ ثلاث شهور واقل. ثلاث شهور صح؟ 90 يوم تجيبه. احنا برضو بصه كبير، في ناس بتتابع القنوات دي فبتبقى مش عارفه هي تعمل ايه. لا 90 يوم تجيبه بس. فاحنا ايه بنعرفوها مثلا لو انت اخذت عجل محير زي كده احسن ما تاخده قاني. الله يفتح عليك، القاني طول، القاني عاوز استنى. الله ينور عليك، لكن دي ثلاث شهور علف يطلع على طول. 90 يوم بالضبط. 90 يوم ثلاث شهور. في جزرين برضه بياخذوا على قد يوم. اهم حاجه لك اهم حاجه لك شويه ياخذوه على رمضان، ما بيعوزوش التجيل كده. أيوه. على قدهم السكينه مش بتمشي معاهم في القرى وكده، بياخذوا تاخذ المحير. المحير على كلامك بالصلاه عني. متشكرين يا معلمين، متشكرين حق. الله يوسع عليكم يا رب. والله 19200 19200 تبارك الله. هذا يا جماعه الصلاه عني، هذا عجلين محيرين برضه ويمشوا لحمه يا جماعه، انا شايفهم يمشوا لحمه. ب 47 بالحلال بس. الصلاه على النبي 44 يا جماعه فلوس صراحه تبارك الله 44 الحلال ما طالبي عشان نف ربنا كبير والله فنعم بالله. كم تليفونك اخي؟ 012 00 00 60 54 45. اسم الكريم محمود حسن ابو عم محمود حسن. الصلاه على النبي 44 يعني يقسموا دول عم محمود يقسم. طب على كده لو قلنا اللي من هنا ده اربع تربع يعمل له كم؟ 220 لا أربعة أرباع لو الدبح بعد الدبح يجيب يجيب له 160 يجيب له 160. صلى على النبي صلى على النبي تبارك الله. شكرين عمو الله يوسع عليك يا حاج. يوسع عليك صلى على النبي تبارك الله. عجلين مع راجل محترم وسعره كويس تبارك الله عليه. الصلاة على النبي. كم العجل اللي معك ده عمري؟ ايه فلوس له؟ كم؟ 13200 يا جماعة العجل. الصلاة على النبي. يا جماعة 13200 الصلاة على النبي تبارك الله. جيد السبع نفاق. كم ده عمده؟ 12000. الصلاة على النبي. مع بعض هم الاثنين؟ صابر 12000 ريال. في رقم تليفون تحبوا تسيبوه؟ في رقم تليفون تحبوا تسيبوه لو حد عايز يتواصل معاكم فيهم؟ الله يوسع عليك. الصلاة على النبي. 12000 ريال يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. ازيك يا باشا؟ تمام كده. ايه اخبارك؟ ده عجل ده ولا ايه ده؟ لا عجل ده. عجلة؟ كم خدتها دي؟ 81. بالصلاة على النبي عم. الله يوسع عليك. الصلاة على النبي. هذا يا جماعة سوق العيول القاني في نهاية الفيديو. تنسوناش يا جماعة في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.